السلام عليكم. بالنسبة للإنتروبس فيرميكولاريس، احنا ذاك اليوم شرحناه بالميت، بس راح أساعدكم يا شوية شرح. قلنا المورفولوجي راح يكون عندنا الميل وان في ميل، شرحنا عنهم انه قلنا الانتجر بارت والسيفاليك الي. زين، الانتجر بارت يكون والسيفاليك الي، هاي موجود سيفاليك الي اللي عبارة عن تشبه شكل الأجنحة. نفس الشيء بالنسبة للانتر بارت الميل والفيميل، نفس الشيء، بس بوستير بارت مات الفيميل. الميل قلنا عليه يكون very coiled like inverted question mark، and posterior part مات الفيميل تقريبا 2/3 of the body يكون شنو very pointed، ما يشبه شكل البن، فلهذا اسمه صار اسمه pin worm. راح نشوف الاستياجات مات الانتروبياس. عندنا الامبريونتد ايج كونتين ربلي دي فورم لاربي، يكون شكله يشبه شكل الحرف دي، يكون كونفكس ان ذا وان سايد اند يكون فلاتند ان ذا اذر سايد، وذ تو شيل كونتين اما لاربي في حال امبريونتد اوك، وذاوت لاربي يكون شنو بي جرانيولز اللي هو فيرتلايز ايج. فالهيومان راح يصير عنده infection by ingestion the embryonic egg و maybe inhalation the embryonic egg و maybe يكون finger to mouth this finger can contain the embryonic egg. يعني قلنا الايج يكون الشيل مالته يكون tough and thick and there is مواد يعني تكون sticky، يعني يكون مادة مواد لاصقة موجودة على الشيل مالت الايك، فتساعدها على adhering to the objects مثلا vomit مثلا المال كلوس مثلا حتى الدست الموجود على الأرفف الشبابيك والدست الموجود بالهواء فيتعلق بالايكس، فبهالحالة يعني يكون طرق الانتقال مالته مختلفة. زين، يعني مو فقط بس الـ ingestion contaminated food and water، يعني بقية شغلات اللي تساهم في إحداث المرض، وبالإضافة لأنه يعني يكون يعني مرض يعني من يصير مو بس فرد واحد بالعائلة، ممكن الكل ينصاب بسبب انتشار الإيج هنا وهناك. زين، after ingestion راح يصير بي هاتشينج بالسمول انتستين، راح يطلع عندنا لارفي، واللارفي راح يبدي بعد فترة يتحول إلى السيكا، منطقة السيكا، وهناك راح يتحول إلى ميل أند فيميل. وميل ان فيميل افتر يعني انجشن تقريبا فات شهر راح يصير بي ماتوريشن الميل ان فيميل، ويصير بي كوبليشن الميل راح يكون داي بالاخير، يعني مصير يكون داي، وبينما تبقى الاناث راح تسوي عمليه بدي عمليه الهجره مالت، تبدي تتحول من منطقه سيكم تسوي مايجريشن تو ذا منطقه الريكتام، وهنا بهاي المنطقه تبدي تخلي الاكس مالتها بتوين ذا فولز اوف ذا انال ريجن. زين، هذا الايج اللي ينتج اول شيء يكون انفرتلايز ايج، وبعد مرور 4 إلى 6 ساعات يتحول الى امبريونتد ايج، فلهذا يكون حتى يعني منطقة الانال ريجن يعني ممكن ان تلقي بيه فيميل، ممكن ان تلقي بيه انفرتلايز ايج، ممكن ان تلقي بيه امبريونتد ايج. فطرق التشخيص يكون يعتمد على ستول، وميبي طرق اخرى اللي هو سيليفون تيب ميثود اللي اكتشف العالم سكوتش، فيأخذ شريط يتم أخذ المسحة من perineal region حتى يشوفون الأدلت فيميل ويشوفون الجرافيد الفيميل، ممكن يشوفون عندنا الانفرتلايز ايك وعندنا امبريونتد ايك، هاي طرق التشخيص مالتها. بالإضافة إلى أنه الطريقة التقليدية للإنجشن إنفكشن ممكن أن يكون طريقين آخرين، اللي هو إندوجينوس، ممكن الإيج الموجود اللي يصير به إمبريونتي في منطقة بيرينال الريجن ممكن ينمو إلى لاربي، واللاربي يصعد مرت اللغة يروح إلى مكان الهابيتيشن مالت الأدلت، هناك يتحول إلى ميل أن فيميل وتنعاد اللايف سايكل مرت اللغة، أور إنه human after secretion the perianal region يعني يلتصق به شنو الاكس اللي هي embryonic egg، فيمكن يعني بواسطة الفينجر يحوله الى الماوث، فهاي الطريق نسميه exogenous or retro infection.